حلقة جديدة من برنامج السلطة الرابعة. مساء الخير مشاهدينا. وعم تكتر الملفات وعم تقوى المواضيع وخصوصا المرتبطة بالانتخابات، وبلش العد التنازلي لإقفال باب الترشيحات في السادس من آذار، وبلش العد العكسي لإعلان اللوائح الانتخابية، بلشت تتضح صورة التحالفات الانتخابية، ويتوقع معها أن تنتقل الحمى السياسية الانتخابية من اجتماعات الكواليس إلى العلن. عن هذه التحالفات، أين أصبحت المستقبل القوات، المستقبل التيار القوات، أين الكتائب التحالفات اللي عم تحصل على القطعة ببعض الدوائر، زيارة الاستكشافية اللي راح يقوم فيها الموفد السعودي غدا إلى بيروت، واللي يبدو أنها تمددت ليبقى حتى النهار الجمعة. هذا بالموضوع السياسي. بموضوع اللي عم نتابعه دايما مع أستاذ محمد شمس الدين، اليوم راح يكون عنا الإنفاق الانتخابي، الإعلام والإعلان الانتخابي، و بيسوى شوي نلقي الضوء على بعض المواعيد. وأما بالموضوع اللي كان هو نجم هذا الأسبوع من ملفات، هو الملفات بالملفات الاقتصادية، كانت الموازنة. اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة اجتمعت مرتين هالأسبوع على أن تجتمع، يبدو ليس غد، بعد غد الثلاثاء، ورح يكون عندها اجتماعين أو ثلاثة هالأسبوع. وكمان في مجلس وزراء الكهرباء، شو رح يكون مصير هالكهرباء، خاصة أنه رح نشوف إذا العجز موجود داخل الموازنة، كيف رح يعالج ملف الكهرباء بعد التهويل، أو بعد خلينا نقول تحذير رئيس الجمهورية من ضرورة الوصول إلى حل، ومؤتمرات دعم لبنان. مشاهدينا، خلينا أعرفكم على ضيوفي. بداية معنا وزير الاقتصاد والتجارة مع الوزير رأت خوري. مساء الخير معالي الوزير. مساء الخير. نحن معاليك طبعا بالشق الاقتصادي رح نكون معك، كل شيء قلته بالاول لا ما رح فوت فيه معك. بالموضوع الاقتصادي مثل ما متفقين، موازنه وكهرباء ومؤتمرات دعم لبنان. باستوديو معي استاذ سيمو ابي فاضل، ناشر موقع كلمه اونلاين. مساء الخير استاذ سيمو. مساء الخير لعليك وللمشاهدين. استاذ محمد شمس الدين، انا يعني حكيت عادي بالاول لانه انت ما رح تكون اكيد موجود، الباحث بأدولي للمعلومات. مساء الخير استاذ محمد، دائما مؤخر ومؤخرنا، وتاخرنا اليوم على الهواء كرمالك، بس ما بيأثر معلي. مساء الخير. طب ما رد علينا قبل ما نكفي. مساء النور، لا تخلصي حكي. ومعنا كمان جيسي تراد قسطون، رئيسة القسم الاقتصادي بتلفزيون ام تي في. مساء الخير جيسي. مساء الخير ليندا، لك ولضيوفك ولمعالي الوزير. مساء الخير. بدي اشير الى انه هالحلقه منقوله مباشره عبر صفحه الام بي ان، ام بي ان لبنان، وايضا عبر اذاعه الرساله على 89.1 و89.3. بدي ابدا معك معالي الوزير. معالي الوزير، بكره ما بعرف اذا بكره في اجتماع للجنه الموازنه او بعد بكره، ما بعرف هلا، بركي بتقلنا انتم اذا اندعيتوا، شو رح يكون مصير هالاجتماعات هالجمعه، وين صرنا، وقديش بعد بدنا لبحث الموازنه انتم كلجنه قبل ما ترفعوها على مجلس الوزراء. مساء الخير لك ليندا وللمشاهدين كلهم وللحاضرين باستديو ضيوفك الكرام ولجيسيكا. بالحقيقة بكرة في اجتماع على الساعة 2، وبعد بكرة ونهار الأربعاء، يعني 3 أيام وراء بعض لهذه اللجنة. نحن كنا عملنا جلستين وتقدمنا ببعض المواضيع، أما في مواضيع تانية تأجلت للمزيد من الدراسة، ونحن هلأ يعني عم ننكب جهودنا لنقدر ننهي الموازنة. ولكن الأهم من أنه ننهيها أنه نقدر نعمل إصلاحات جذرية فيها للموازنة إذا أمكن. معالي الوزير، شو هي الإصلاحات أول شيء المطلوبة؟ لأنه رح فوت معك هون دغري على مؤتمرات الدعم، إن كان المؤتمر اللي بده يصير بروما بس، ولكن الأكثر الأنظار موجهة لمؤتمر صادق بباريس. شو الإصلاحات اللي مفترض أنها تصير؟ واللي يبدو أنه على أساسها رح يتلقى لبنان مساعدات، ومن دونها ما في مساعدات. نعم ليندا، نحن بحاجة لإصلاحات جذرية
للمؤتمر ولغير المؤتمر لوضعنا الخاص فينا. يعني نحن العجز بالموازنة كان بال 2017 7200 مليار، أما السنة حسب الأرقام يلي الأرقام الأولية رح نتجاوز ال 10000 مليار إذا ما عملنا هالإصلاحات. يعني نحن عم نحكي ثلث الموازنة أجور ورواتب وثلثها تقريبا عم نحكي خدمة الدين، وثلث الثالث نصه عجز بالكهرباء. بقى هيدا موضوع يعني عم صار بغاية الخطورة، وفي قرارات صعبة لازم ناخدها لنقدر على القليلة نقدر نخلي العجز مثل سنة الماضي. شو هي القرارات الصعبة؟ نحن بالنتيجة يعني أهم من أهم القرارات الصعبة هي أول شيء الكهرباء. نحن اليوم ندفع مليار و600 700 مليون دولار كل سنة عجز بالكهرباء. إذا قدرنا نحل موضوع الكهرباء وعلينا التعرفة، أول شيء بنكون وفرنا على المواطن، لأن المواطن عم يدفع فاتورتين رح يدفع. حتى لو علينا التعرفة رح تكون التعرفة أقل من هالفاتورتين. ثاني شيء هيدي المليار و600 مليون تقريبا رح نخلص منها، شرط انه يكون في جبايه كمان تفعيل الجبايه. واهم شيء انه الاقتصاد بيتحرك، لانه ما في مصنع ما في مؤسسه بتجي كبيره على لبنان الا ما يكون مامن لها بدرجه الاولى الكهرباء 24 ساعه. بقى هيدا موضوع بده ينحل. في عندنا حلول على المدى القصير وفي حلول على المدى الطويل. الحل على المدى القصير معروف ومطروح بمجلس الوزراء، واليوم هيدا ما بقى عندنا خيار غير ما نمشي فيه، لانه الحل على المدى الطويل بده 3 سنين 4 سنين بنكون حطينا 6 7 مليارات دولار خساره، عدا عن الفوائد، عدا عن خدمه الدين اللي نحن عم نتدين كرمال نسد هذا العجز. هي اول اصلاح مهم. ثاني اصلاح مهم هو نوقف توظيف بالدوله ونقدر نعمل كمان يعني اصلاحات جذريه ببعض الـ يعني المكافئات اللي عم نعطيها للقطاع العام، للموظفين القطاع العام، ان كان اداره اما جيش اما قوى امن. نحن ما عم نقول انه نحن ما عم نتعاطف معهم او ما بنحب نعطيهم حقوقهم، ولكن قدرة الدولة اليوم ما لنا قدرة يعني فينا نحن نقدر ندفع حق هالأكلاف الغالية. يا أما بدنا نضطر نزيد الضرائب، يا أما بدنا نضطر نزيد الدين، أما بدنا نضطر نعمل الشغل الأمرين لنقدر نسكر هذا الموضوع. هيدا شغلة كتير أساسية. شغلة ثالثة كمان بدنا نلاقي طريقة لنرجع الثقة لنقدر نخفض كلفة الدين، لأنه كلفة الدين عم بتصير كل سنة أكبر من سنة. أول شيء لأنه حجم الدين عم بيكبر، نحن عنا 80 مليار دولار دين. وتاني سبب كلفة الدين عم بتزيد. يعني سببين، الكلفة عم بتزيد لأنه في عنا الثقة شوي عم بتخف، والمواطنين عم بيضطر من المصارف تدفع فوايد أعلى لتقدر تستقطب رؤوس أموال. لانه كمان ما ننسى انه جزء كبير من اللبنانيين اللي عايشين خارج لبنان كان لبنان عم يتكل عليهم مشان تحويل العمله الصعبه على المصارف اللبنانيه، وهودا اللبنانيين خاصه بمنطقه افريقيا وبالخليج تراجعت قدرتهم الماليه. بقى هيدا كمان سبب ثالث. اما في اسباب، في اشياء فينا نعملها اضافيه لنحفز الاقتصاد، وانا رح اطرح جزء منهم بكره او ما بعد بكره بهاليومين، يلي هن لنحفز الصادرات ولنعفي من بعض الضرائب على القطاعات المنتجه يلي نحن بحاجه لها لنقدر نحرك اقتصادنا نكبره ونخلق فرص عمل. وما ننسى انه اخر شيء الدوله هي شريكه الاقتصاد. يعني اذا الاقتصاد كبر الدوله رح تقدر تحصل اكثر ضرائب من الاقتصاد، ان كان من المؤسسات اما من الاشخاص، بلا ما ترفع الضريبه. بقى هون لازم يكون الشغل كمان شغل اساسي.
اكيد رح ارجع لك بموضوع الكهرباء مع الوزير، لانه نحن هيدا اكثر شيء طبعا هولي كلهم ما في اختلاف عليه هون بلبنان، ولكن الكهرباء هو عنوان ملف خلافي سياسي كثير كبير. خليني اخذ بس راي زميلتنا جيسي قبل ما نسمع كلنا سوا تقريرها عن الموازنه لتشوف كمان الارقام بكيف قاربتها جيسي بتقريرها، بس بدي اخذ رايها بموضوع الكهرباء. انا عايك الوزير جيسي. انا اذا بتسمحي لي ليندا قبل ما نوصل للكهرباء، كان حكي معالي انه حتى نقدر نخفض العجز يا اما بدنا نزيد الضرائب يا اما بده يرتفع الدين. اين حساباتكم من وقف الهدر والفساد المستشري بكل كيانات الدوله ويلي عم بيهدر سنويا حدود العشرة مليار دولار؟ ليش ما حدا بيحكي عن الفساد؟ مكامن الفساد معروفه وبالارقام من مؤسسات دوليه وما حدا بيتطرق لهذا الموضوع. هل بيحمل المواطن معاليك اليوم اضافه ضرائب على ال 19 ضريبه اللي اضيفت بموازنه عام 2017 الكارثيه على ذوي الدخل المحدود ويلي طالتهم بالتاكيد بالرغم من كل الكلام يلي صدر انه الضرائب لا تطال الشريحه الفقيره، تي في ا بتطال الشريحه الفقيره معاليك، رفع الرسوم على البلديه وعلى معاملات الدوله بتطال كل الناس الفقراء ايضا معاليك. اليوم التضخم زاد ب 5% مع بدايه 2018، الاسعار زادت باكثر من 10% والامثله كثيره. اين حساباتكم من وقف الهدر والفساد؟ اليوم تفعيل الجبايه، ماذا ننتظر؟ 400 مليون دولار عم تخسر كهرباء لبنان من عدم الجبايه، شو ناطرين؟ شو بعدنا ناطرين لل 2018؟ جيسي بس بدك ثانية خليكي معي، لأنه أستاذ محمد شمس الدين عم بيقول، لأنه أنت بتعرفي كمان أنه هن بيعملوا دراسات حول هالموضوع، عم بيقول أنه الرقم اللي اعطيتيه حول موضوع الهدر. تفضل أستاذ محمد. مليار ذكرتي مبلغ كثير كبير اللي هو تقريبا نص الموازنة، فعمليا بشوفوا رقم كثير ضخم. هذا 10 مليار دولار سنويا، هيدي الفساد المباشر وغير المباشر لكون دقيقة. يعني كيف قدرنا نحسبه؟ ما هو نحن انا دائما في تقديرات لبعض المؤسسات والباحثين. خليني اقول شغله، البلد فيه فساد لا نختلف عليه، البلد فيه مليون مشكله اوكي، بس ما بنقدر نقول انه 10,000 او 10 مليار دولار حجم الفساد بلبنان، على شو استندنا ما بعرف، لذلك خلينا نكون علميين وموضوعيين بوضع الارقام لا اكثر ولا اقل. انا عم متفق معك اكيد في فساد بالبلد، ما عم اقول لا، بس لنحط 10 مليار. هل عندك تقديرات؟ هل عندك لا تقديرات؟ لا اكيد مش 10 مليار. ما هو ما عنديش 10، لانه اكيد مش 10 مليار. اذا موازنه الدوله كلها سوا قد ايه؟ 20 مليار. 5 مليار مقبوله؟ اذا 20 مليار موازنه الدوله، هل نصها فساد؟ سؤال. عم بسال. نحن عم نحكي عن المفاعيل المباشره وغير المباشره، والاقتصاد الموازي للاقتصاد الفعلي. بتعرف انه في 30% من الاقتصاد اللبناني غير مسجل؟ بعرف. طيب بس مش عندهم هدر مرفق بيروت. تنبلش من هون هدر كهرباء لبنان يا عمي. مش هلا واحد بيعملوا لك مليارين ما فينا يوم. ما فينا نقول 10 مليار. اذا ما عندي واحد وواحد ما بقول 10 مليار. هل عم بحكي؟ طب مع الوزير خلينا انا بقول 20. بيفصل بيناتكم الوزير. أنا مع الوزير اي رقم بتعطيه اضبط. انا جيسيكا انا عم بقول 20 مليار. خليني مشكلة هيدا الرقم. انا عم بقول 20 مليار. صرح عنه تحديدا معالي الوزير الاء حكيم قبل ما يترك الوزاره وتكلم عن رقم 10 مليار. انا ما جبته من عندي، هو قائم على بعض الباحثين وكان وزير اقتصاد وتكلم عن هدر مباشر. مع احترامي لإله، مع احترامي، انا عم اقول 20. انا عم اقول 20، بيجي واحد بيقول 30. خلينا اذا ما عندي واحد وواحد اوكي، في فساد بالبلد، في هدر بالموازنه اوكي، البلد مش ضابط في شيء مزبوط، بس ما بقدر اقول 10 مليار او 20. انا بقول 20. طب مع الوزير قديش في هدر؟ بعد الوزير بدي احكي قديش في هدر معاليك. أول شيء نحن أنا ضد زيادة الضرائب، وأنا ما قلت إنه نحن بدنا نزيد الضرائب، هذا شيء عكس توجهنا نحن كتيار وعكس توجهي كوزير اقتصاد. نحن بالعكس عم نفتش على طرق نقدر نوطي الضرائب مشان نحفز القطاعات المنتجة. أنا أعطيت هذا المثل لأنه عم نقول انه اذا بدنا نكمل بالصرف على الاجور بالنتيجه هذا اللي حيصير، رح يزيد الدين ورح تزيد الضرائب بالمستقبل. اما بالنسبه للهدر انا بوافق معاليك، يعني اذا تعطينا رقم في كميه هدر كبيره انتم كمجلس وزراء كحكومه ومزاريب الهدر معروفه.
ونحن خاصة بالتهريب وبالجمارك وبعدم الجباية وعدة أمور بنعرفها كلنا هيدي، ونحن يعني عم نطرح كل الحلول لنقدر نحن نخفف الهدر. مع الوزير بدي أما المبلغ العشرة مليار أكيد مبلغ كبير كتير، يعني أنا يعني منقدر بين المليار والمليارين بالسنة، وهو رقم منه رقم قليل، يعني المليار أما مليارين، وإذا قدرنا نوفرهم يعني من هنا عملنا إنجاز كتير كبير. بدي السؤال مع الوزير، وعندك من 150 مليون على مرفع بلا الكهرباء، هول لوحدهم صاروا أكثر من مليارين. هو عم يحكي مليار او مليارين بلا كهرباء. لا عم نحكي عدا عن الكهرباء. يعني مثل ما انت قلت انه بحدود الخمسه. انا بدي مع الوزير في عندي سؤال لك. كان في انطباع قبل انتخاب العماد عون وتولي رئيس سعد الحريري رئيس الحكومه، كان في انطباع انه في حال كان في هالمسؤولين برئاسه الدوله، يعني العماد ميشيل عون كرئيس للجمهوريه ورئيس الحريري رئيس حكومه، مفترض بالبلد يكون انطلق بمناخ سياسي واقتصادي جيد ويكون في من نوع من الاستقرار والثقة والنمو. اليوم حضرتك عم تشكي قدام المواطن انه هو تعبان من وضعه الاقتصادي والاجتماعي ومن الضرائب اللي حطيتوها عليه بالحكومة. اليوم حضرتك عم تيجي تشكي للمواطن تقول انه ما في ثقة، وعم تشكي له كأنه حضرتك شخص مش مسؤول من ضمن تركيبة او من ضمن تيار. مين مسؤول لعدم وجود ثقة؟ مين مسؤول لعدم وجود نمو بالبلد بعد سنة ونص من وجودكم بالسلطة؟ في حدا مسؤول؟ استاذ سيمو. نعم استاذ سيمو، نحن فضل. اول شيء كلنا بنعرف انه طريقة صنع القرار بلبنان ما مش رئيس الجمهورية هو اللي بيعملها فقط لوحده. نحن كل قرار عم نقدر ناخده بالحكومة عم بيكون بالإجماع، وهيدي تركيبة لبنان، وهيدي مشكلتنا إنه نحن اليوم ما عم نقدر ناخد قرارات بسرعة، شوف الكهرباء وغيره، لأنه عم ندور على إجماع. الكهرباء لأنه فيها صفقة مكشوفة مع هيدا واحد اثنين، فيها صفقة موصوفة فاضحة، من هيك في استحاله بتمريرها بهالطريقه. وانا بدي زيد انه الكهرباء وين الصفقه؟ نحن عم نحكي عن توفير للمواطن اول شيء على كلفه الفاتوره، وثاني شيء نحن منا متمسكين بحيالله حل بيقدر يجيب للمواطن 24 ساعه. نحن اقترحنا شيء معين ومنفتحين لغيرنا ليقترح حيالله شيء ممكن، انما اللي تعرقل لمجرد اللي تعرقل هيدا ما بيفيد حدا. مين عم بعقل مع الوزير؟ خلينا نحدد مين المسؤول اليوم قدام الشعب عن عدم تامين مصالح الشعب من كهرباء وثقه لوجود نمو ورخاء اجتماعي وطبابه وتعليم، مين مسؤول؟ ما عم بقول لك انه ما في بديل، انه عم بيعمل بس ما في اليوم. في بديل ليندا اذا بتسمحي لي، اليوم بمصر لما عازوا كهرباء جابوا شركه سيمنز، اولا ما تنسوا انه اخذوا قرض طويل المدى بفوائد مدعومه من المؤسسات الداعمه الدوليه العربيه، مشاكل عمرها 20 30 سنه، وعطيوا كهرباء وسدوا على 30 او 40 سنه. بس جيسي حتى يعني ما نقدر، مشكله الكهرباء مش من اليوم. الوزير خلينا نسمع جواب الوزير، بنرجع بنسمع تضخم الأجور بالدولة اللبنانية مش من اليوم. ايه مع الوزير عم بتقول لك جيسي انه في حل، مشاكل عم نورتها ونحن وعم نلاقي حلول. يعني واضح مشكلة الكهرباء، نحن عرضنا حل من الألف لآخر شيء، من الأول للآخر. إنما اليوم الفريق يلي معارض ما عم بيقدم حل للكهرباء. نحن مش متمسكين بولا حل، نحن متمسكين بحق. ليش مش عم بيقدموا حل؟ عم بيقولوا لكم انه في المعامل صار لكم سنتين، كنتوا بتقدروا لو مبلشين ببناء المعامل كانوا هلا يمكن صاروا خالصين. وهون كمان بديك مع الوزير، بس قبل ما تجاوبني اسمع جيسي شوي، لانه عم بتقول لك في تجربه بمصر صارت
تفضلي جيسي. ما عليك اليوم يعني في جهات مانحه ان كان البنك الدولي او ان كان الصناديق العربيه هي جاهزه انه تعطي لبنان قروض طويله الاجل بفوائد متدنيه، ما المانع انه نجيب شركه تبني معمل حديث على الغاز لحتى نوفر كلفه الفيول وناخذ قرض من هالمؤسسات الداعمه؟ يعني لماذا دائما نلجا الى الاستدانه؟ ليه لما الصندوق الكويتي عرض 500 مليون دولار لخطه الوزير باسيل رفض وذهبنا الى الاستدانه مباشره من الاسواق بفوائد عاليه؟ لماذا دائما يعني نتحايل على حلول بسيطه؟ ومصر احلى مثال، اخذوا قرض على 30 سنه من جهات مانحه وبنيوا شركه سيمنز بنيت لهم معمل للكهرباء. كنا خلصنا، كان بعد بدنا سنه وكنا خلصنا وسددنا. بعده معنا الوزير جيسي. الوزير يمكن عم يسمعك بس مش نحن ما رح نقدر نسمعه لانه صار عندنا مشكله بس باللينك. خلينا لحتى كنا قدرنا زبطناه فينا بهالوقت. انت عندك تعليق لانه دائما بتتعاطى بالارقام، خلينا اسمع تعليقك قبل ما فوت على التقرير. التسير اليوم اللي ذكره معي الوزير شغله كثير مهمه. في عندنا مسالتين، اول شيء حجم القطاع العام، وهيدي ما حدا قادر ياخذ فيها قرار لانه اليوم مع زياده الرواتب والاجور صار حجم القطاع العام وكلفته بحدود ال 15 الف مليار، يعني 10 مليار دولار حجم وكلفه القطاع العام. هذا القرار بده ما حدا بيقدر يحكي فيه ولا حدا بيقدر يعمل فيه شيء، لانه اليوم نحن عم نشوف انه دائما كل مجلس وزراء تطويع وزياده عناصر الامنيه، توظيف هون توظيف هون، وبالتالي ما حدا قادر ياخذ قرار. فاللي عم يقوله معالي الوزير صحيح، المشكله عارفينها شو هي، حجم القطاع العام، الفوائد، الدين والكهرباء، بس مين قادر ياخذ قرار؟ ولا حدا قادر يقول بدي خفض الفائده، لانه ساعتها بيقول لك بتهرب الودائع من المصارف، ولا حدا بيقول بدي خفض حجم وكلفه القطاع العام لانه بتعمل نقمه شعبيه، ولا حدا بيقول بدي ارفع الكهرباء لانه الكهرباء كثير رخيصه. وبالتالي انا عم اقول بلبنان في مشاكل، الحلول معروفه، بس ما فيش قرار لاخذ اي هو حل. رفع كلفه الكهرباء قالوها عادي وناقشوها، لا ما حدا وعطوهن خيار للمواطن انه نحن رح نرفع الكهرباء، رح نعوض عليكم يعني على فاتورتين تماما. بتعرفي الكهرباء، بتعرفي الكهرباء، ولكن رح نرفع لها. بتعرفي الكهرباء الحاليه، سعر الكهرباء الحاليه معنا هيدا بيطلع تقريبا، سعر الكهرباء الحاليه بتعرفي من ايمتى محدد؟ محدد من تموز 1994، وقتها كان سعر برميل النفط 10 و15 دولار، ارتفع وصل، وبعدنا نحن من ال 94 كل شيء طلع وبعدنا عم نعتمد نفس السعر، لانه ما في قدره ناخذ هيك قرار، هذا القرار غير شعبي، وهلا نحن على ابواب انتخابات، وبالتالي من الصعب انه يتخذ قرارات بهول المواضيع الثلاثه، الدين العام، الكهرباء، وحجم وكلفه القطاع العام. لذلك انا عم اقول نحن ما بدنا يعني مش عم نبحث عن حلول، الحلول معروفه لانه المشاكل معروفه شو هي، بس المشكله عندنا بلبنان ما في قرار. قصدك الثالث شغله ما بيتاخذ فيها قرار هلا موضوع الدوله، يعني التوظيف بالدوله ما بيتاخذ قرار، لا ما بيتاخذ، لانه امبارح سمعنا بمجلس الوزراء في جهاز امني بده يطوع 500 مليون، وبالتالي واصلين لوين؟ معنا الوزير، صار رجع الوزير. طيب خلينا نسمع بهيدا الوقت، خلينا نسمع التقرير اللي اعادته زميلتنا جيسي حول الموازنه، كمان فيها ارقام يا ريت بتشوفهم لنشوف رايك فيهم. بموازنة 2018 الإيرادات مقدرة ب 12 مليار دولار والنفقات بحدود 17.3 مليار دولار، ما بيعني أنه العجز المتوقع عند حدود 5.3 مليار دولار. هذا شيء يعني أن الدولة اللبنانية رح تصرف 5.3 مليار دولار إضافية من أموال ما بتملكها. هيدا مبدئيا وعلى الورق. فبالإضافة إلى هالعجز لابد من التوقف عند 3 نقاط أساسية. بحال تم إقرار بند استئجار البواخر ضمن خطة الكهرباء يضاف إلى هالعجز 350 مليون دولار سنوياً. كما ومع ارتفاع أسعار النفط وبحسب الوزير حسن خليل رح تتكلف الخزينة 260 مليون دولار إضافية، بتوصل إلى 600 مليون دولار بحال استقدام البواخر. ولابد أيضا من التوقف عند ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية اللي متوقعة بواقع 0.25% بأيار و 0.25% إضافية بتشرين الأول، ما بيعني رفع كلفة خدمة الدين بواقع 850 مليون دولار. ما بيعني بدوره أنه العجز لعام 2018 رح يرتفع فعليا من 5.3 مليار دولار
إلى حدود 7 مليار دولار، لوقت نسبة النمو متوقعة عند 2%، 5 مليار دولار أقله ستضاف إلى الدين العام اللي رح يسجل حدود 85 مليار دولار. أما بالعام 2019، فمع استمرار الدفع على البواخر والفيول وارتفاع الفوائد الأمريكية وزيادة مستوى الدين، يضاف إلى 7 مليار دولار بحال لم يتم طبعا زيادة الإنفاق على بنود أخرى 2 مليار دولار، ليتخطى العجز عام 2019 التسعة مليار دولار، وبوقت الإيرادات مقدرة حول 12 مليار دولار بيكون العجز رح يوصل إلى 80% من الإيرادات. سأذهب إلى أبعد من ذلك. خدمة الدين أو يلي بيدفعه لبنان كفوائد على دينه سجل عام 2017 4.7 مليار دولار، ومتوقع يسجل عام 2018 5.5 مليار دولار. وإذا أضفنا فرق ارتفاع الفوائد الأمريكية، بترتفع خدمة الدين بال 2018 إلى حدود 6.3 مليار دولار. وأقول حدود كون الرقم دليل إلى منحة تصاعدي وليس إلى رقم محدد. وهنا نقوم بمقاربة للسيناريو سنصل إليه بحال استمرينا بنفس النهج. أما عام 2019 فرح ترتفع خدمة الدين إلى 7.3 مليار دولار، أي أكثر من 60% مما تجنيه الدولة سيذهب لسد فوائد الدين، ولن تكفي 40% المتبقية لسد بنود الرواتب والأجور والتعويضات اللي تم نفخها بشكل كبير مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب. إذن لبنان، وبحال لم يتم تغيير النهج المالي المتبع حاليا، لن يستطيع أن يسيطر على ديونه خلال سنوات قليلة. وهالمقاربة اللي عملتها بنيت على أساس أنه 2100 مليار ليرة تحويلات كهرباء لبنان محسوبين ضمن الموازنة، فإذا كانوا خارجها كما يسوق إعلاميا فالوضع أسوأ، والانهيار المالي قد يكون أقرب. فهل ال 2100 مليار ليرة ضمن موازنة 2018 ومحسوبين بالعجز الأساسي المقدر ب 5.3 مليار دولار معاليك؟ وهل تتحمل هالموازنة خطة استئجار بواخر الكهرباء بعد ما أرهقت بسلسلة الرتب والرواتب؟ وماذا ستفعلون وأنتم تدركون بالتأكيد واقع ومخاطر هذه الأرقام؟ طبعا هيدي الأسئلة وجهتها جيسي لوزير المال علي حسن خليل، لكن بعده كان موضوع ال 2100 مليار، اذا كانوا نحن ناطرين لنرجع نقدر نتواصل مع وزير الاقتصاد كمان لنشوف رايه. بس ال 2100 مليار هو عم يحكي انه مزبوط، يعني 10,000 مليار معناتها العجز 10,000 مليار. لينا خلطتي بين اثنين، مش عم نحكي عن عجز، عم نحكي هيداك هدر وفساد شيء وعجز شيء. لا لا رجع حكي هو عن موضوع العجز 10,000، 8,000 مع 2100 للكهرباء، يعني 10,000 وشوي. ممكن يكون اكثر، ممكن يكون اكثر يبدو السنة اكثر، لانه سالنا حتى الوزير المالي عم بيقول انه في قصص بعد كثير مش مبينه. اذا اخذنا انا عامل دراسه الموازنات من 92 لل 2005 وقت اللي كان في موازنات، كان دائما دائما العجز يكون اكثر بنسبه 10 ل 20% مما هو مقدر، لانه الواردات كانت تكون اقل والنفقات كانت تكون اكثر، وبالتالي كانت الموازنه اللي هي عمليا تقديريه كانت بعيده جدا عن الواقع. وبالتالي نحن هلا هيدي الارقام اللي مذكوره ارقام اكثر، الواقع راح يكون أسوأ من هيك بكثير، لانه الايرادات راح تكون اقل والنفقات رح تكون أكثر، لأنه في دولة متفلتة من كل القيود، في صرف على كل المجالات من دون أخذ بعين الاعتبار مالية الدولة الصعبة، وبالتالي الوضع أسوأ من هيك بكتير رح يكون. جيسي يعني نحن لكن صار معنا الوزير، وكمان رح نسمع رأي أستاذ سيمو أبو فاضل فيها. الوزير صار معنا، مع الوزير كنت بعدك عم تسمعنا؟ ايه عم بسمعك. اذا بتعطيني 3 دقائق 4 دقائق بلا ما حدا يقطشني اذا بتريدي. يا ريت يا ريت، لانه بدنا نسمع عن كل هالمواضيع. وفرد مره خليني انا اسالك السؤال اللي بدنا نعرف عنه معلومات معاليك، الكهرباء شو رح تعملوا فيها؟ لانه سمعنا كلام لرئيس الجمهوريه باخر جلسه قبل اخر جلسه انه بدكم تحلوا، يعني هل بدكم تجيبوا بواخر ولا بدكم تبلشوا بالمعامل ولا شو عم تعملوا كلجنه كحكومه؟ شو الحل رح يكون؟
اولا بس خليني اعلق على الدوكيومنتري الريبورتاج تبع جيسيكا. اليوم انا العجز هو اكثر المتوقع اكثر من 5.3 مليار، لانه بدنا نضيف الكهرباء عليه، عجز الكهرباء، ويمكن في اضافات ثانيه لمعاشات بقوى الامن يلي وظفنا حوالي 2000 شخص من حوالي شي شهر او شهرين. هيدا واحد. اثنين، بس بدي اذكركم وذكر المواطنين، من 7-8 شهور فخامة الرئيس وزع ورقة على مجلس الوزراء، هي كناية ورقة صفحة واحدة عم بيحكي فيها عن توقعات الدين العام وتوقعات العجز بسنة 2018-19-20. وقتها قامت القيامة انه كيف عم بيكون هيدي الصورة سوداوية. وكيف انه ورقة متفوسة منك يا معالي الوزير، يعني توقع فخامة الرئيس. نعم، وهيدا الشيء اللي عمل كان مشكله. اليوم كل المعنيين بالوزراء اللي معنيين عم بيحكوا نفس اللغه، يعني من 7-8 اشهر كنا عم نحكي قامت القيامه، واليوم عم نحكي كل العالم عم تحكي نفس الموضوع. نحن واعيين تماما للوضع الاقتصادي، مشان هيك نحن عم نقول عم نشتغل على عده جبهات. اول شيء عم نحدد مشكله الاقتصاد اللبناني، ومشان هيك نحن هلا عم نحط خطه اقتصاديه للبنان على المدى المتوسط والطويل، لانه اليوم ما انشغل على اقتصاد منتج. ومشان هيك اذا عم تشوفي الاقتصاد عم يصغر وما عم ينمى، لانه ما بقى في مجالات يكبر فيها بقطاعات منتجه. لنحط اصبنا على الجرح، هيدا بيت القصيد، هون المشكله الاساسيه. نحن اقتصادنا مبني على تحويل من الخارج بالعمله صعبه، عم بيروحوا على المصارف كودايع، والمصارف قد ما فيها عم توظف بالاقتصاد، اما المبلغ الكبير عم بيروح للدين الدوله اللبنانيه يلي عم بيروح هدر بجزء كبير منه، ونتيجتها ما عم نعمل مصانع، ما عم نعمل زراعه، ما عم نعمل اي شيء بيقدر يكبر اقتصادنا. هيدا الموضوع اساسي، ومشان هيك نحن مشينا فيه وعم نتعاون مع كل الوزارات والهيئات بهذا الموضوع. انما هيدا بده ياخذ وقت، هيدا منه بنتيجته بالمدى القصير، انما لابد انه نبلشه نحن كدوله، واجباتنا نبلش نشتغل على هذا الموضوع. اما بموضوع الكهرباء، لنرجع لموضوع الكهرباء. لنحكي من الاخر، في نحن من الاول حطينا خطتين، خطه على المدى القصير وخطه على المدى الطويل. خطه على المدى الطويل يلي حكيت عنها جيسيكا، يلي هي على غرار مصر. نحن اليوم معامل سيمنز او غيره على الارض، ما عم نخترع البارود، معروف التكنولوجي اللي بتستعمل، والقروض كمان البنك الدولي وكل العالم مستعده تعطي قروض للمعامل على الارض. انما هيدا نحن بدأناه وفي خطه واضحه عليه، بس هيدا بده ياخذ 3-4 سنين بين دفتر شروط وبين تنفيذ، بده 3-4 سنين. بهيدا الوقت شو بنعمل؟ حدا يقول شو بنعمل بهال 3-4 سنين؟ بنقعد بلا كهرباء؟ بنخسر مليار و700 مليون كل سنه؟ ولا نحن بنلاقي حل على المدى القصير لنخفف هيدي الخساره ونقدر نجيب القطاعات المنتجة على لبنان تقدر توظف تقدر تشتغل؟ شو بنعمل؟ يعني حدا يقلنا نحن وين الجريمة بالعرض اللي عرضناه؟ طب ليه ما بتجيبوا حل ما في عليه شبهات؟ معالي الوزير، ليه ما بتجيبوا حل ما عليه شبهات؟ تفضلي عم تضعوا على الدولة كلفة إضافية بمليار و800 مليون، الكهرباء ما عم تجي 24/24، وما عم بتخففوا الهدر يلي عم يسجل بمؤسسة كهرباء لبنان بمليار و600 مليون، فكيف البواخر ممكن تكون حل بهالثلاث أربع سنين لنكون بنينا هالمعامل؟ بس يا ريت بتوضح لي. رح اقول لك يا نعم. جيسيكا واضحه القصه، يعني ما عم بفهم ليه فيها اللغط، يعني اوضح من هيك ما بقى في. بنجيب البواخر، هود البواخر بنجيب الكهرباء 24 على 24، هي اول شغله. مش هيدا كان كلام الوزير. الفاتوره بنرفع التعرفه. نعم.
الوزير ولا مرة قال بلا هيدا البواخر استخدام البواخر بتجيب الكهرباء 24/24 22 ساعة كان عم يحكي ساعات الانقطاع إلى ماكسيموم 22 مش مزبوط. طب نعم معلي جيسي مع الوزير أنا بس بدي أنا بدي أخذ منك أنا بدي أخذ منك الحقيقة ساعة. بكل الأحوال نعم مع 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 مشروع دائرة أعمال بتجي 24 ساعة هي واحد نعم. اثنين تعلى التعرفة على على الدولة ولكن الفاتورة الإجمالية اللي عم بيدفعها المواطن يلي هي فاتورة الدولة وفاتورة الموتور بتصير فاتورة واحدة يعني عم بتمنوه للمواطن وهو أصلا يعني لازم يكون المواطن فاتورة واحدة بيوفر بين 20% ل 30%. طب هل الدولة رح توفر ثلاثة العجز اللي عم نحكي عنه المليار خليني أكمل لك تفضل العجز يلي الدولة المليار و700 مليون بتعلية التعرفة وبتحسين الجباية مثل ما تفضلتي على القليلة ثلاث ارباع هذا المبلغ بنوفره على القليلة بقى بنكون حلينا عدة أمور العجز وجبنا الكهرباء وخففنا على المواطن وشجعنا الشركات أو المصانع يجوا على لبنان لحد مع الوزير معلش ما تسمعوا رأي الناس اللي عم بتقلكم على الموضوع البواخر حدا يقول لي شو المشكلة بهذا الحل المشكلة أنه ميزانية الدولة لا تتحمل إنفاق إضافي على استئجار بواخر من بعد ما أرهقت هالموازنة إذا اقتصادياً عم تحكينا عم تعطينا وجهة نظرك جيسي اقتصادياً معلش خلينا نحن ناخدها كوجهة نظر نحن عم نخسر مليار و700 مليون بالسنة على 3-4 سنين 7-8 مليار بواخر إدي كلهم سوا رح يكلفونا برأيك 350 مليون دولار بالسنة بلس اضافه تقريبا 300 او 400 مليون فيول لهالبواخر، يعني انت عم تحكي تقريبا ب 850 مليون دولار كلفه البواخر سنويا بالسنه. وعندك 1.6 مليار على مؤسسه كهرباء لبنان. واذا قادرين نجبي ليه ما جبينا سنه الماضي؟ يا جيسيكا غلط ارقامك غلط. مليار و 800 مليون اصلا على خمس سنين نحن اذا مش مليار و 800 مليون قيمه الصفقه؟ على خمس سنوات؟ مليار لا مش غلط على الأمر مليار و 800 مليون على خمس سنوات اذا بنقسمهم بيطلع 350 مليون معالي علي حسن خليل معالي 350 مليون بالسنه وفي عندك الفيول يلي بتامنه الدوله لهالبواخر طيب بي بي باعتراف معالي الوزير علي حسن خليل بتصير كلفه الفيول 600 مليون دولار جيسيكا نعم خلص خليه يقول له هو جيسيكا نحن عم نجيبها 24 ساعه وعم نزيدها 300 مليون الكلفه ولكن الجبايه عم بتزيد بالمليار ونص مليار و700 مليون لانه عم تزيد التعرفه يعني عمليه حسابيه هينه ما بعد ما عم نجبي من 2016 تستفيد ولا رح تخسر مزبوط او لا يا استاذ محمد نحن عم نجبي يا معالي الوزير من سنه 2016 يعني بدك تفوت بالجبايه بعدك عم تجبي من المواطن بدك تدفع مرتبات البواخر تتبلش انت تفوت على الشبكه وبتعرف قد ايه بدك تستهلك من الطاقه وتخسر من الطاقه اللي بدك تنتجها البواخر تعطي الشبكه بتخسر بنحو 27% هيدا دراسات حضرتك بتعرفها يعني في انتاجيه وفي بعد قد ايه تبلشوا تقبضوا من المواطن من هيدي الكهرباء اللي عم بيطلعها من البواخر بهذا الوقت بتكونوا اخذتوا من خزينه الدوله وعم تدفعوا والفيول على اساس يعوض من انتاج البواخر في قطبة مخفيه بس منا مخفيه فاضحه بموضوع البواخر في فرقاء عطوا وجهه نظر في فرقاء اعترضوا يا سيمو اول ما تيجي الكهرباء 24 ساعه بنزيد التعرفه دغري فيها فيها 3 4 اشهر بنزيد التعرفه شو المشكله مع الوزير واضحه رئيس ما رئيس رئيس رئيس, رئيس دائره المناقصات استاذ استاذ جون علي استاذ جون علي رفض بعت ورا استدعي الى لعند مسؤول كبير قال له انا ما فيني اتحمل بقول له المسؤول الكبير انا مش باعت وراك تناقشك باعت وراك امرك تمشيها قال له اوكي اعملوا لي مع الاصرار والتاكيد وكل مستلزمات انه حمايه ذاتي في قناعة عند ناس مسؤولين بالدولة مخولين الدولة مصرفتهم والصرف عليهم أموال وقطعوا وخضعوا لمؤسسات تأهيلية عم يعطوا دراسة علمية بعيدا ما بدي أقول لك هلا القوات اللبنانية عملت دراسة قوية ويمكن غير قوة عملت دراسة قوية في وقائع يا معالي الوزير بتقول إنه هيدا باب هدر جديد
هيدا بهذا بده يدفع حق المواطن بعدين من الضرائب نعم ومن الارهاق بدون نعم. نتيجه والله حرام انا بس بدي اضيف كمان معاليك انه اليوم الشبكات اليوم الانفراستراكشر البنيه التحتيه القائمه تبع الكهرباء ما بتتحمل الانتاجات الاضافيه يلي عم تقعدوا فيها ويلي عم تدفعوا عليها كل هالكلفات الاضافيه، اليس من الاجدى تحسين البنيه التحتيه للكهرباء قبل ما نجيب بواخر وندفع عليهم ونقعد ب 24 على 24؟ لو وهيدا الكلام وقت كنا وهيدا الكلام لنائب لا نعم لياسين جابر تفضل معاليك حتى ما بتكون عم تقول من عندي يعني بتقدر نعم. تبقى معنا بعد شوي معاليك بس بعد بريك ولا مع الوزير فينا ناخذ بريك بس نرجع نسمع جوابك بدنا ناخذ معك بدنا منك بعد بس شيء اربع دقائق بعد البريك لانه بنعرفك بنعرف انك مستعجل بس لترد لتجاوب على هذا السؤال وبدنا دغري تعملنا بريفينج لموضوع سادر لانه يبدو انه كل اللي عم تعملوه الاصلاحات هو لعيون سادر مش لعيون لبنان. خليني اسمع جوابك ولكن بعد الفاصل معلش كمان جيسي بدك تبقي معنا. رجعنا لكم مشاهدينا لهالحلقه من السلطه الرابعه والموضوع الكهرباء يعني اخذ وقت كبير لانه طبعا موضوع حيوي ويبدو انه كمان رح يرجع الى الضوء هذا الاسبوع مع مجلس الوزراء اللي بده ينعقد يوم الخميس وبدنا نشوف شو بده يصير فيه كمان مع الموازنه. مع الوزير انا بدي ارجع لك كمان بسؤالين لاختم معك. اول شيء جاوب على يعني الموضوع اللي طرحته جيسي حول قصه الكهرباء وفي اذا بتسمح بدي تسمع كمان راي استاذ محمد شمس الدين حول موضوع البواخر لانه هو اللي كلهم موجودين عم ينحكوا كل يوم موضوع البواخر اللي نحن ما عم بنحط الا قدامنا الا هيدا الحل اللبنانيه. نص دقيقه تسمع استاذ محمد شمس الدين وبعدين الهوا لك لتجاوب ولتحكي عن موضوع المؤتمرات دعم لبنان. معالي الوزير اليوم في عنا باخرتين وحده بالزوق وحده بالجيه وهول باخرتين صار لهم 5 سنين مبدئيا بلبنان. في تقرير للتفتيش المركزي بيقيم هاي التجربه فاذا بنشوف هذا التقرير بنقدر نعرف انه نحن هاي التجربه كانت فاشله ليش رايحين لتجربه مماثله بفشلها. فاذا بدك انا برايي ممكن نشوف تقرير التفتيش المركزي اللي انعمل عن هول باخرتين الموجودين قبل ما نفكر بواخر جديده. بس انا ما عم اقول مع ولا ضد انا عم اقول في هيئه رسميه اسمها التفتيش المركزي عملت تقرير موثق بالارقام عن تجربه هول باخرتين فخلينا ناخذ هذا التقرير بعين الاعتبار قبل ما نفكر بواخر جديده. بس هذا اللي عندي انا. إذا بتسمحي أول شيء انطرح موضوع دائرة المناقصات. نحن من أول نهار قلنا إنه الدفتر الشروط يلي كان عنده إذا بتشوف الملاحظات يلي انحطت بدائرة المناقصات هي ملاحظات تقنية بحت صعبة دائرة المناقصات تقدر تحصرها. يعني هيدي شيء تقني وزارة الطاقة أما مختصين ناس مختصين هن أهل أكثر يحطوها. وكان عنده ملاحظة أنه إجا بس شركة واحدة اللي هي الشركة التركية. نحن من أول نهار قلنا أنه يلي رح يجي يقدم على هذه المناقصة يلي عنده أكثر جهوزية مش مستحيين أنه في هذه الشركة واضحة أنه عندها جهوزية تامة بهذا الموضوع. نحن ما عم نخبي شيء ولا عم نقول عم نقول عكس هيك. انما اللي قايلته كمان جيسيكا بالنسبه للشبكه الكهرباء ببعض التحسينات البسيطه نحن فينا نوصل كهرباء 24 ساعه على 24 ساعه عبر البواخر. اما حيالله تقنيه ثانيه يعني ما عندنا مشكل. اما بالنسبه للتفتيش المركزي يعني ما عليك عم يحكيك عن البواخر الموجودين هلا انما عم يحكيك استاذ محمد عن البواخر الموجودين هلا اللي هن تجربة فاشلة. عرفت ولكن ما عم بعرف شو وين التجربه الفاشله وين التجربه المش فاشله. نحن عم نحكي يعني عمليه علميه بحت هودي البواخر بامنه طاقه لتقدر تجيب
24 ساعة بكلفة معينة، ما بعرف وين وين المعقول يكون شيء مش فهمانينه بالموضوع. وين يا جيسي؟ تفتيش هيدي هلا إذا بدك. لا عم بيحكي لك تريد تفتيش بالموضوع الثاني اللي هو موضوع المؤتمر الدولي بباريس. إيه تفضل تفضل معاليك تفضل. موضوع سادر شو؟ أوكي شو رح يصير؟ وهل في ساعة بلبنان إنه يعطونا مساعدات؟ وين رح تروح؟ نحن خاصة بعد ما في ولا دولة عربية سجلت حدودها. معظم الدول عم نحكي بلا في قطر وفي في السعودية وفي الكويت وفي الإمارات. طبعا في الكويت والقطر يعني كان اندفاعهم كبير شفناه، انما السعوديه وامارات ما كان عندهم رفض، انما كانوا عم بيطلبوا اصلاحات معينه تعملها الحكومه، وانا بفهمهم ومعهم حق. يعني نحن كمان بالمؤتمرات اللي عملناها قبل صار عملنا التزامات، بمعظم الالتزامات ما قدرنا ننفذها لاسباب سياسيه لاسباب ما بعرف شو هي، انما اليوم الهدف انه نحن نروح على مؤتمر باريس معنا ورقه اصلاحات واضحه لنقدر نستقطب اللي كان البلدين، اما الصناديق اما القطاع الخاص، لانه نحن جزء من التمويل اللي عم ندور عليه 15 مليار هو جاي من قطاع خاص كمان. عفوا تقدروا تعملون هالاصلاحات قبل ما تروحوا؟ في وقت، لانه بستة اذار مثل ما عرفنا في اجتماع موسع، ومن بعده بستة نيسان يعني على الباب صار المؤتمر. نحن ما رح نقدر نعمل اصلاحات بشهر يعني، انما نحن رح نحط ورقه اصلاحات بتتعهد فيهم الحكومه انه تعملهم وتنفذهم. وهذا المؤتمر يعني هو ما رح يكون مؤتمر يتيم، هو مؤتمر رح يكون فيه عليه فولو اب، يعني رح يكون فيه عليه مؤتمرات ثانيه اما ملحقات كل اربع خمس شهور، وهذا الشيء عم نحكي مع المفوض الفرنسي اللي عم نجتمع معه. يعني رح يكون في متابعه حسيسه من قبل الدول والصناديق المانحه ليشوفوا اذا نحن عم نطبق الاصلاحات اللي عم نوعد فيها. بدي اتشكرك معالي وزير الاقتصاد والتجاره رائد خوري، شكرا لك على هالمشاركه معنا ضمن برنامجنا السلطه الرابعه. شكرا لك مع الوزير جيسي. بدي اخذ اخر تعليق منك على اللي حكى الوزير بموضوع الاصلاحات. انا انه في فولو اب لها. وعم بيحكي انه في تعهدات، يعني باريس 1 و2 و3 و4 راحوا ما بقى منهم شيء، يعني نحن رح نكون مع سيد غوان سيد 2 و3 و4 كمان. نعم اليوم يعني باريس 1 و2 و3 الدول المانحه ما بتعطي اموال ولو كانت على شكل قروض ميسره وبفوائد، والقروض هي اعباء على الدوله من دون شروط. اليوم انا بتمنى انه يكون في اصلاحات واقعيه، بتمنى انه يكون في عندنا رقابه دوليه لحتى تطبق هالاصلاحات ويكون في حد من الهدر. انا الكلمه الاخيره اللي بدي اقولها اليوم ليندا ليست تهويل وليست تخويف، ولكن نحن ما بقى فينا نكمل مثل ما نحن ماشيين. اذا كملنا هيك من هون لثلاث سنوات سيناريو اليونان ليس ببعيد عنا، ونحن منا عضو بالاتحاد الاوروبي لنلاقي مين ينقذنا. فاليوم صار التغيير الاصلاح ليس لوكس او 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 ممكن معنا حدا ينقذنا. اكيد مين بده ينقذك؟ يعني انت مهدده بالافلاس خلال سنوات قليله، هي المقاربه اللي انا طرحتها. نحن مهددين دوله وصايه او شيء ممكن مثلا. هل هيدا اللي بدنا اياه؟ نحن اليوم ما بقى فينا نكمل بهذا الاتجاه، ديننا عم بينمى بشكل كثير كبير اكبر بكثير من الاقتصاد، كلفه الدين عم تنمى، ما حدا حكي عن الفوائد، ارتفاع الفوائد الامريكيه يلي بلش وما رح يوقف ويلي رح يرتب علينا حتى اكلاف اضافيه. لازم نوعى على مبدا انه نحن امام الافلاس بسنوات قليله اذا ما تحركنا، هيدا هي الرساله. يعني شكرا، بدي اشكرك على النظرة السوداوية. بعتذر بس لازم بقى ما بقى نتخبى بخيالنا، يعني لازم بقى. مع انه الوزير كان متفائل اكثر منك جيسي. انا بتمنى الوزير متفائل اكثر، هن دائما السياسيين بيكونوا متفائلين لانه ممكن يعني. وانا سؤالي يعني يا ريت كان في اساله شو ناطرين؟
شو ناطرين لتحسنوا الشبكه اذا بتصليحات صغيره بتتحسن؟ شو ناطرين لتحسنوا الجبايه اذا انتم قادرين تحسنوا الجبايه؟ ليش كنا عم نخسر 400 مليون دولار؟ يعني شو ناطرين؟ ناطرين لليوم؟ ما زال قادرين نعمل كل هالامور يلي عم نحطها على ورق، ليش ما عملناها من سنه ونص مثل ما ذكر، يعني من وقت اللي انتخب الرئيس وشكلت الحكومه، شو بعدنا ناطرين لليوم؟ هل فعلا رح يقدروا؟ يعني مش متفائله جاسي بشيء وعم تعتقد من هلا لثلاث سنين نحن قدام سيناريو اليونان. لبنان مفلس هلا اصلا، لبنان هلا نحن هلا لبنان دوله مفلسه اصلا، شفير الافلاس. هيدا عم نحن عم نحكي اقل وافضل السيناريوهات لما نخلق حاله هلع. انت قلت انه الارقام قليله وهي اكثر، انا معك، انا عرضت اقل باقل، يعني اقل الاضرار اقل بالعجز لحتى ما نخلق حاله هلع. بس لازم انه نرفع التوعيه شوي للمسؤولين اولا ومن ثم المواطنين. تماما تماما، شكرا لك جيسيكا تراد قسطون على هالمشاركه معنا. أنا بدي أتشكرك ليندا لأنه دائما تعرضي تقاريري، أنا طبعا هيدا الشيء بيشرفني، ميرسي لإلك. لأنها مهنية شكرا. ومشغولة، منهنيك جيسي كمان منا هالمرة. شكرا لإلك، ميرسي جيسي. نحن